احتفالاً بالذكرى 70 لتأسيسها وتكريساً لأخلاقيات المهنة الصحفية، نظمت دار صباح بتاريخ 5 فبراير الجاري بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة علمية تحت عنوان الإعلام المستقل وأخلاقيات المهنة الصحفية الصباح مثالاً. وحضر الندوة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والأسماء البارزة في المجال، جمعهم مرورهم على دار الصباح في مسيرتهم على غرار مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار حميد البور والأستاذ الجامعي سامي المالكي والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء منى مطيبع ورئيس تحرير دار الصباح سفيان برجب وغيرهم. هذه الندوة تنعقد بمناسبة 70 سنة على ظهور جريدة الصباح، وهي فرصة أولا لإحياء هذه الذكرى وأيضا لتحليل واقع الإعلام في تونس وأساساً الإعلام المكتوب، وأيضاً سيتسع التحليل والنقاش والتفسير حول واقع الإعلام بصفة عامة، إعلام المكتوب السمعي بصري أو متعدد الوسائط الآن لأنه نحكي على المتعدد الوسائط. واقع الإعلام اليوم يحتاج دورات تدريب، لكن دورات تدريب حقيقية من قبل مهنيين، وتوسيع الانضباط بشروط المهنة، عدم الخلط بين الأشكال الصحفية، توفير مناخ عمل يضمن مواكبة وسائل الإعلام العالمية ليس فقط في التقنيات ولكن في احترام المهنة. الناس الآن مخيرون بين آلاف القنوات التلفزية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، يختارون أكثرها مهنية وحرفية.